الجزيرة، وإن شاء الله بإذن ربنا وبمجهود اللعيبة إن شاء الله تكون هذه الكأس في الجزيرة. ولكن عايزين نتكلم زي ما متعودين مع حضراتكم، نتكلم دايما في كل حاجة كده بتشغل أو بتهم الشارع المصري والشارع الكروي بصفة خاصة. زي ما يكون مكتوب علينا إن احنا نعيش في صراعات، زي ما يكون مكتوب علينا إن احنا دايما بنعيش في أزمات. مكتوب علينا نشوف ناس بتحب تعمل فتنة، بتحب تنفخ في النار، بتحب تزود الأزمات. احنا في الأول وفي الآخر يا جماعة، صرف النظر عن كاس، عن دوري، عن بطولة، في الأول وفي الآخر احنا اخوات، ايا كان مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ايا كان الجنسيات ايه، في الأول وفي الآخر احنا اخوات. والكلام ده مش كلام مرسل ولا كلام عشان نجمل بيه الدنيا، كلام حقيقي وكلام فعلا لازم كلنا نفهمه، ولازم كلنا نستوعب الدروس اللي قبل كده كلها ما استفدناش اي حاجة من الأزمات اللي حصلت قبل كده، غير بنشوف دم وبنشوف ناس وقع مننا وبنرجع نزعل وبنرجع نندم. في الآخر وفي الأول احنا كلنا حاجة واحدة، كلنا شعب واحد، مصريين، توانسة، جزائريين، مغاربة، ليبيين، سعوديين، ايا كان الجنسيات ايه، كلنا في الاول وفي الاخر بننتمي لهذا الوطن الكبير، كلنا في الاول وفي الاخر دم واحد وعرق واحد. فلازم نفهم الكلام ده. الناس اللي بتنفخ في النار اتكشفوا وبانوا، فمش عايزين نروح وعايزين نسمع الناس دي خالص، عايزين ننساهم وعايزين نشطبهم. يعني كفايه اللي حصل قبل كده، وكفايه الدروس اللي احنا شفناها قبل كده، وكفايه الازمات اللي حصلت قبل كده، وكفايه المنظر العام اللي كلنا شايفينه ولسه بنشوفه لغايه دلوقتي من الازمات المفتعله لاصحاب الفتن اللي بيتلذذوا دايما ان هم ينفخوا في النار، حتى لو على حساب جماهير كل دورها او كل اللي بتتمناه ان هي تشوف فرقها بس مبسوطه، وتشوف فرقها معاها كاس، معاها دوري، اي مناسبه، مش هم مبسوطين وخلاص. الجماهير هي الحاجة الوحيدة، دايما بقول الجماهير الحاجة الوحيدة أو العامل الوحيد اللي ما بيستفادش بأي حاجة من الكورة، وهو الحاجة الوحيدة اللي متضررة من الأفعال اللي يعني مش عايز أكون مثلا قاسي شوية في الكلام، لكن بحاول إن أنا ألم الأمور. في ناس فعلا بتحاول تنفخ في النار، ناس بيثيروا الأزمات من غير أي لازمة خالص، في الأول وفي الآخر كلها كاس. لكن لو الكاس دي هتمس أي شعراية من شعر أي مشجع عربي تروح في داهية، وده اللي احنا بنتكلم فيه، وده دايما الاهلي بينادي بيه تحديدا. الجماهير عموما، مش الجماهير الاهلاويه ولا الزملكاويه ولا الاسماعيلاويه ولا الاتحادويه ولا المغاربه ولا التوانسه، اي جمهور في الدنيا، احنا في الاول وفي الاخر بنخاف على الجماهير، مش عايزين اي شعرايه حد يلمسها من الجماهير، عايزين الجماهير تروح مبسوطه وترجع مبسوطه. في الاول وفي الاخر مصر دايما وطن لاي حد بيدخلها، وعايزين نكون برضو احنا بنروح اي مكان يبقى وطننا الثاني بعد بلدنا. ده الكلام المفروض يتقال. لكن الأزمات المفتعلة اللي حصلت علشان تثير الجماهير التوانسة والجماهير المصرية والجماهير مش عارف مين، كلها أزمات ولا ليها أي لازمة، كلهم ناس مكشوفين لحضراتكم، كلهم ناس دايما بتنفخ في النار وخلاص. يعني نتعلم بقى ونستوعب الدروس. هنتكلم، خلينا برجاو بس نتكلم في الكلام المهم جدا ده، يعني من وجهة نظري على الأقل، لأن أنا شايف أن الدنيا كلها مش مستاهلة اللي بيحصل من بعض الأشخاص اللي دايما بنفخوا في النار. ده فريقنا رايح للتمرين إن شاء الله موفقين بإذن الله، وترجعوا سالمين غنمين من كل الجماهير الأهلاوية اللي راحة تنصر هذا الفريق وراحة تشجع كورة وراحة تستمتع بالكورة، وإن شاء الله يكونوا موفقين، وإن شاء الله يكون الكاس في الجزيرة. المباراة اللي فاتت عدت وخلصت بحلوها بمرها بوحشها، ضربتين جزاء قلبوا الدنيا كلها. مش عارف ايه اللي حصل اصلا، يعني مش عارف، الناس بصراحة خدت الموضوع وكبرته. ضربتين جزاء دايما بنقول لأي تلامس في ال 18 الحكم من حقه انه يحسبها ضربة جزاء، حتى لو احنا مش شايفينها ضربة جزاء، حتى لو كان فيها مبالغة شوية من أزاره. لكن بنشوف كل الدنيا وكل اللعيبه في كل الانديه بيجيبوا لهم ناس مخصوصه توقعهم، تعرف توقعهم ازاي في ال 18 عشان يستفيدوا من ضربات الجزاء. فالموضوع مش شايف ان هو صعب جدا، مش شايف ان هو يعني الحكم افتعل مشكله او عمل جريمه ان هو حسب ضربه جزاء، شايف ان هي فيها تلامس. وشفت الصور بعد كده اللي حضراتكم نزلت على الانترنت، وكان فيها تلامس فعلا من حارس الترجي لوليد ازارو. ضربه الجزاء الثانيه للاسف اللي الناس طلعت اتكلمت عليها يعني بطريقه مش عمليه خالص، ولا حتى باللي احنا عارفينه. ضربه الجزاء الثانيه وليد ازارو مشدود، وباين جدا ان هو مشدود، كان قبليها وليد ازارو ضارب. لكن دايما بنقول ان الكوره ليست موقف واحد، الكوره او التحكيم مواقف متعدده. يعني موقف وليد ازارو اللي ضرب فيه الخصم كان حاجه، وموقف الشد كان حاجه ثانيه. فما ينفعش حكم كبير يطلع يقول
اصل وليد ازارو كان ضارب قبل كده فما ينفعش تحسب ضربه جزاء. وبناء عليه الحكم الفار قال له في شد في ال 18 حسب موقف ال 18 اللي هو ضربه جزاء. يعني موضوع عايزين يبقى فيه استقرار، عايزين يبقى فيه هدوء، مش ناقصين اي ازمات يا جماعه. انا بكلم الناس العقل، الناس المغرضه مبينين جدا مش عايزين اي حد يثير الازمات. حسينا ان في مباراه، بعد المباراه كان في تحقيق، حسينا ان في وكيل نيابه بيكلم الناس وبيحقق معاهم. مش عايز اخد في تفاصيل، لكن انا مش شايف الحكم عمل جريمه. انا شايف الحكم بالعكس، بعد ضربه الجزاء الاولى للنادي الاهلي الحكم يعني جه على النادي الاهلي تماما في كل موقف، كان اي حاجه فاول، اي حاجه فاول، اي لمسه فاول. فمش شايف حاجه. يعني لو وليد ازارو هيطرد يبقى فرانكوم هيطرد بعد ما ضرب محمد هاني اعتقد في وشه. يعني الموضوع اثير لاصحاب الفتن اللي عايزه تعمل فتن، وده يعني مش جديد عليهم. لكن